ولا يعلمونه أن الشعب الفلسطيني قد طور من موته ومن بحثه على الموت، ولذلك أصبح الموت عند الشعب الفلسطيني صناعة تجيده النساء، تجيده كل من في هذه الأرض، يجيده الشيوخ، يجيده المجاهدون، ويجيده الأطفال. لذلك شكلوا دروعا بشرية من النساء والأطفال والشيوخ والمجاهدين ليتحدوا بذلك آلة القصف الصهيونية، وكأنهم يقولون للعدو الصهيوني إننا نحرص على الموت كما تحرصون على الحياة.